السلام عليكم الاخوان، صافا لاباس عليكم؟ معكم ام جي رايدر، فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نمشي باش ناخذ واحد اللعيبه عاد جاتني من الصين. كنت خديت هذه مده تقريبا شهر ولا شهر ونص، ما بقيتش عاقل صراحه بالضبط. كنت هضرت لكم في واحد الفيديو عليها وقلت لكم باللي واحد اللعيبه شريتها كتركب هنايا، واحد شكاره صغيره زوينه وتهز فيها حوايجك تحط فيها التليفون. المهم دابا نمشي نتلاقى السيد باش ناخذها من عنده، ومن بعد غنتوجه للدار ان شاء الله وغندير لها ريفيو كيما وعدتكم مجموعين، ونشوفوها كي دايره واش زوينه ولا لا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون نفس التصاور اللي شفتهم انا، نفس برودوي اللي جا. والسلام عليكم دراري، رجعنا لكم مرة أخرى. هذا هو المنتوج أو البرودوي اللي هضرت لكم عليه وقلت لكم إن شاء الله أول ما يوصلني. دابا ندير لكم عليه ريفيو. هذا هو المنتوج اللي شريته اللي كنت هضرت لكم عليه في واحد الفيديو مقبل. ها هو دابا يبان لكم الفوق، لاش هاد البرودوي وهاد المنتوج شنو غرض منه ولا شريته انا، حيت كنت هضرت على الموتور ما عنديش بلاصه فين نهز حوايج، ما عنديش فين نهز امتعه ديالي، حيت الموتور راك عارف النوع ديال النيكد بايك كيكون بحال سبورتيف نوعا ما، ماشي بحال السكوتر. شرحت هادشي كامل في الفيديو، اللي ما شافش الفيديو بغى يشوف الفيديو والموتور ومرحبا به يتفرج. اوكي، كما وعدتكم اني عندي لكم ريفيو اول ما يوصلني هاد المنتوج هذا. انا مازال حتى ما حليتوش، ان شاء الله نحلو معاكم، مازال ما حليتوش نهائيا، ان شاء الله نحلوه مجموعين. طبعا هذا المنتوج خديته من موقع صيني مشهور طبعا سميتو بانغود. دابا نقول لكم التمام شحال خديته في اخر فيديو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون المنتوج اللي هنايا او البرودوي اللي هنا هو نفسه اللي شفت تصاور في السيت عندهم. نتمنى ما يكونش كاين شي اختلاف ولا شي حاجه. اوكي، نحلو اللعيبه هذا، نستعملوا السكينه طبعا. طبعا يمكن لك تحلل السكين، غير انا ما كنبغيش نخسر الميكا صراحه كنبغي نحافظ الحاجه كما كانت نوعها. نقطعوا بهذا الشكل هذا، كان زدكم مقطعين داكشي لداخل قريبوا الحفله ديك الساعات. اوكي 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 بسهوله، شفت باليدين، نحتاج لا موس لا والو. صافي غنسدو هاد الموس هذا وخليه على جنب. السكين الجميل الصغير، هذه هي اللعيبه. يا سلام، مابقى والو هنا ولا شيء اخر. صافي مابقى والو. اوكي، ثانك يو بانغود، شكرا، خليك على جنب. دابا خلينا نشوف البرودوي واش هو هذاك ولا لا. طبعا ملي كنت هزه في الموتور كنت كنحس بواحد الحاجه كتلصق لي في الريزرفوار، واكتشفت في النهايه ان هذه ها هي هنايا بحال المغناطيس، بحال الهندات صغارين كيلصقوا في الريزرفوار. ما عرفتش اش دايرين لهم هادو. ها شتي هادي راه هنده، هادي ما عنديش شي حاجه نحديد. انت شوف شتي ها هي لصقت، هادي راه هنده. ما علينا، دابا نشوفو. اوكي، هادي هي الشكارة، هذا هو الصك الصغيور. طبعا سميت الشركة هادي SSPEC. تمام، هادي والله ما عرفت صراحة شنو المهمة ديالها وفين كتركب، ولكن غنشوفو القضية ديالها. خليها على جنب. أول انطباع على البرودوي أو المنتوج اللي وصلنا من بانغود، انه بصراحة نفس التصاور اللي في السيت هما نفسهم اللي هنايا تماما، ما كاينش فرق نهائيا. لحظة شنو هادشي هنا؟ هادي تاهي هندا، اذا كيركبو هنايا. اوكي، ها هي شتيها، صافي فهمت علاش هادشي هذا، فهمت. هادي اذا تاهي كانت هنا راكبة. او هادي سكور؟ لا لا، ما كاينش سكور. شوف لصقات، مجهده تبارك الله. صافي خليه هنا،
كتسدي عليها. هادو الجنحين، انا عرفت علاش هاد الجنحين هادو كيتركبوا هكاك، هادو على الريزرفوار باش وحده كتشد من هاد الجهه وحده كتشد من هاد الجهه، وعاد كتركب هاد السماطي هادو باش كيشد. نورمالمون مازال خاصني سماطي نشوف، لان شفت الصور سماطي. ما علينا، هنا ممكن انك تركب التليفون، تحط الهاتف ديالك هنايا، والتليفون هنايا ممكن دير كبير ما شاء الله، مساحة كبيرة. شوف ما شاء الله، يعني مساحة كبيرة، تليفون 6 انش تقريبا، راي حتى 7 انش راي تهز هنايا. شو اللي كنت قريت انا في المواصفات ديال هذا المنتوج هذا. اوكي، نحلو هاد الساك الصغير وهاد الساك الكبير، نشوف هاد الساك الصغير شنو فيه. اوكي، هذا ساك صغير فيه علاقة صغيرة هكاك، هذا زوين تحط فيه شي حوايج ديالك حتى هو. هذا غينفعني بزاف انا. هنا كذلك ممكن انك تحط الحوايج. اوكي، اوه هذه زوينه، هذه شي حاجه لداخل. انا نشوف، شوف مساحه لا باس بها، مساحه ماشي دك كبيره بزاف، ولكن كوميم مزيانه، كوميم مزيانه صراحه. يعني كوميم مزيانه، لا تهزلك. خلينا نشوف هذا من الشتاء للحماية من الأمطار. هذا شيء فيه لاستيك، مع لاستيك إذا كان شتاء ممكن أنك تغلف بها بهذا الشكل، بهذا الشكل. طبعا ملي غيكون راكب على الموتور ريزرفوار غيكون أسهل. شتي شكلك ممكن تغلف بيه بهذا الشكل، هذا ممكن تغلفها ما تخاف من الشتا لا والو. اوكي مزيان، هيدا ليا هادي، هادو هما السماطي. يعني مجموعة كبيرة من السماطي تبارك الله. اش هاد السيور؟ هذا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة، هذا أربعة. إذن كاينين أربعة. مزيان، هادو ربعة، وكاين هادي، هادي تقريبا يمكن كتركبها من هنا هكاك. ما عرفت، نشوفو كيفاش الطريقة باش نركبوها. الطريقة هادي يمكن تركبها هنا. المهم غنمشي للموتور، نهبط للكراج، في الكراج تما غنركب هادي على خاطري. هادي غتكون من تحت، وهادي ما عرفت فين شاده بصراحه. انا نشوف الطريقه كي نركبها. المهم مزيانه كما كان في التصاور في السيت، داكشي هو هذاك. دراري انا غنهبط الكراج دابا باش نركب هاد الشكاره على الريزرفوار ديال الموتور، ونشوفها كي غتجي. اوكي الاخوان، دابا نشوفوا الطريقه اللي ركبوا بها هذه، كيفاش غنركبوها على الريزرفوار. المهم قبل ما نركبها ندور الموتور، بعدا ندور الموتور باش يجي شي باين مزيان. نشوفوا الطريقه، اوكي الكراج مظلام ما شاء الله الضوء. دابا غنشوفو السماطي كيفاش كيركبو. هادي تقريبا كتركب هنا، كدوز من هاد البلاصة هادي، هادي اللي هنا ما عرفتش فين كتركب صراحة. أنا نشوف ما عرفتش بالضبط فين كتركب. وكاين السماطي اللي هما جاو مع واحد ربعة كنت وريتكم، هادو ما عرفتش حتى عندهاش بلايص هنا، يمكن هادو كيتزادو واقيلا. المهم نشوفو كي ديرو ركبو هادو، ولكن صراحة الدواكر ديالها جاية زوينة بصراحة. شوف الهندات تبارك الله، والله إليك شدو مزيان. هانت هانت شوف، هانت كنحركها، هانت شادة غير الهندات. ولكن الإخوان ضروري تشد هاد السماطي ديالها، ضروري تشد السماطي. علاش؟ مع السرعة والريح
راه الهندات المغناطيس هذا اللي هنا ما غيكونش كافي باش يشد هاد الشكاره هادي. اوكي الاخوان، هذه هي الطريقه اللي ركبت بها هذا الشكاره اللي فوق الريزرفوار. دوزت السمطه من هنا، ها هي هاد السمطه جات معاها، ياك السمطه من هنا جات معاها دوزتها، وكذلك هاد السمطه اللي من هنا دوزتها. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في هاد السمطه هذه اللي دوزتها من هنا هي انها جايه فوق الموتور، فوق الموتور قدر السخونيه ديال الموتور تبقى تعطي لها السمطه هذه وتاثر عليها من بعد. وفي الحقيقه يمكن لك تستغني عليها، الا بغيت تستغني عليها تستغني عليها. علاش؟ حيت الهندات اللي هنا، هاد الهندات كافيين، يعني يمكن لك تبقى عوار غير على هاد السمطه اللي هنا حيت شاده لك هذه، وفي نفس الوقت تعوض غير على الهندات وخلاص. اصلا الشكاره يعني قدامك، يعني انت غادي في الطريق راهي اونفاس معك قدامك حداك، عندك هذا شاد وعندك خلاص هادو بالهندات. انا حيد هذا بحداكم وتشوفوا لحظه. انا الاخوان زولتها، ها هي السمطه انا زولتها، والهندات صراحه قايمين بالواجب ديالهم، يعني يمكن لك تعتمد عليهم وتكتفي بهم مع ديك السمطه اللي قلت لك هي شاده هنا. خلاص هذا الشيء. هادو السماطي هادو جاوا مع مربعه اللي كنت وريتكم، هادو يمكن لك الا بغيتي غدير ديك السمطه هنا مثلا كما كان دايزه هكاك، ياك، ويمكن لك عاوتاني دير سمطه وحده اخرى من هنا دايزه بهاد هادو احتياط تقريبا. هاد السماطي لهنا هاد الربعه هادو يمكن لك دوز وحده اخرى هنا مثلا، انا ما احتاجيتهمش، انا هكاك كافياني بصراحه. ممكن دير هادي وممكن خليها غير بحال هكاك، المساحه اللي فيها لا باس بها، هادي بلاصه مزيانه ما تهز فيها. هنا يمكن لك دير التليفون، التليفون كما وضحت لكم انا تليفوني فيه تقريبا 6.5 انش، جا هو هذاك تقريبا حدو قدو، يعني 7 ما غيجيش. يعني عندك تليفون فيه 7 انش راه ما غتجيكش هنايا، حيت اللي خايبه فيها شويه ان الفم ديالها من هنا بحال اللي ضيق نوعا ما، ولكن كيدخل التليفون وعادي، ولكن اللي 7 انش غيكون طويل كبير شويه ما غيجيش هو هذاك. جات معاه هاد اللعيبه هادي ديال الشتا، هادي زوينه، هادي يمكن لك تسد لحظه نسد هاد الشيء، هادي يمكن لك تستعملها في الشتا. طاحت
لك تستعملها بشكل الشكل هذا. صراحة مزيانة اللعيبة ديال الشتا واعرة كاع، يعني ما تخافش نهائيا من ما يدخل لك الشكرة ديالك. هانت بهاد الطريقة هادي، هانت غتغلفها صافي. حط حوايجك هنايا، تليفون، شي حاجة، شي وراق د الموتور، لأن اللي قلت لكم أنا الموتور ديالي كنعاني من المشكلة. هانت ما عنديش شي بلاصة فين، ما عنديش فين نحط نهائيا الموتور جاي هذا النيكد بايك، ما عندكش فين تحط شي حاجة نهائيا. يلا الاخوان، السلام عليكم، شكرا على المشاهدة. بالنسبة لسعر التشكارة قلت لكم دايرة 22 دولار، سعرها 22 دولار تقريبا، هي 220 درهم مغربية. يلا بسلام عليكم، نشوفكم ساعة الخير. كان معكم MG رايدر.